اتعلق عليه. ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين، مدافع من الطراز الجيد المميز، يمكن عماد جه بعد وائل او مع وائل، فكانت يعني الاثنين عاملين ثنائي كبير جدا في خط ظهر النادي الاهلي ومنتخب مصر. النهارده هقول لكابتن مصطفى عبده حكايه ازاي عماد النحاس جه النادي الاهلي. يعني الحمد لله انا كنت واحد من ضمن الناس اللي شاركت في مجيء عماد النحاس. لو نرجع كده للزمن 2002 و2004 مع منتخب مصر مع كابتن محسن صالح، انا كنت مدرب عام لمنتخب مصر في خلال هذه الفتره. عماد النحاس كان من ضمن النجوم الموجودين في خط الظهر منتخب مصر في هذه الفتره. كان في ضغط كبير جدا من لعيبه نادي الزمالك ان عماد النحاس ينتقل الى نادي الزمالك. عايز اقول ان انا يمكن كان في جلسات بيني وبين عماد وبحاول اقنعه بشكل كبير جدا ان هو يجي النادي الاهلي، وفعلا عماد امتثل لقراراتي وقلت له ده مستقبلك يا عماد الفتره الجايه انك انت تبقى موجود في النادي الاهلي، يعني عنصر من العناصر المهمه جدا في خلال هذه الفتره. شارك معايا كابتن محمود الخطيب لما يمكن كلمت كابتن محمود الخطيب وقلت له ان عماد النحاس عنده رغبه كبيره جدا من موجود في صف النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كان بيضغط معايا بشكل كبير جدا من خلال التليفونات مع عماد، التليفونات معايا، وفي الاول والاخر الحمد لله عماد طبعا في قعده اخيره مع كابتن محمود الخطيب لبى النداء وتواجد معانا في النادي الاهلي. الشق الثاني اللي عايزين نكلمه على عماد النحاس يا كابتن مصطفى، عماد من المدربين الاكفاء اللي ثبت وجودهم بشكل كبير جدا في الدوري المصري في المواسم الماضيه، خصوصا محطته مع المقاولين العرب. عماد عمل شغل كبير جدا جدا مع المقاولين العرب، يحسب لعماد طبعا والاداره في المقاولين العرب. انتقل بعد كده لبعض المحطات، فانا شايف ان عماد يعني نموذج من المدربين الواعدين في الكره المصريه.